كمان بامكاني اطلع الزد ترانسفورم لاكسبوننشال فانكشن لو عندي بشكل عام فانكشن اف اوف تي بتساوي تي تو ذا ان، او يمكن الاصح اقول اف اوف ان كابيتال تي تساوي بي تو ذا ان. فهذه بي تو ذا ان راح تكون هون عندي واحد، وبعدين اعمالها بتزيد بهذا الشكل من هون. فبدي اطلع الان اخذ اف اوف زد بدها تساوي السم من ان بتساوي 0 لانفينيتي. دائما اذا متذكرين بضرب بزد تو ذا ماينس ان، بعدين باخذ الفانكشن هون اف ان كابيتال تي من هون. عندي هلا هون اذا بصير ان بتساوي 0 انفينيتي، هاي بتصير بي تو ذا ان زد تو ذا ماينس ان. اذا عوضت اول تيرم بعوض فيه ان 0، شو راح يصير عندي؟ اي شيء برفع على القوه 0 بعطيني 1 زائد بي 1 زد تو ذا ماينس 1 زائد بي سكوير زد تو ذا ماينس 2 زائد بي كيوب زد تو ذا ماينس 3 الى اخره. هاي عباره عن جيومتريك سيريز. ايش اول تيرم فيها؟ واحد. والترم الكومن اللي عم بضرب فيه شو هو؟ بي في زد تو بي في زد تو ذا ماينس 1 او بي على زد اذا بدك. اذا هون رح يكون عندي الصم تبع هاي الجيومتريك سيريز بيساوي اي على 1 ماينس ار، اي 1 1 ماينس بي زد تو ذا ماينس 1. بضرب البسط والمقام في زد بصير عندي زد على 1 على زد ماينس بي.